صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت متعال المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة صادق الوعد، سابق النعمة حسن البلاء، قريب إلى تعيد، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أنت متعال المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة صادق الوعد، سابق النعمة حسن البلاء، قريب إلى تعيد، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت متعال المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة صادق الوعد، سابق النعمة حسن البلاء، قريب إلى تعيد، محيط بما خلق، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر
نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على محمد وآله.